السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الجزء الثالث ديال الدرس تحليليات الفضاء، وغادي نشوفوا فيه كيفاش كنعرف ندير التمثيل البارامتري ديال واحد المستوى بي، وكيفاش عاوتاني كنتوصل المعادلة الديكارتية ديال واحد المستوى بي. بصفة عامة في الدرس المستوى غيكون عندنا معرف بجوج الحوايج، بجوج المتجهات الموجهات اي و في، وواحد النقطة ا كتنتمي ليه. التسمية كتختلف، يعني بصفة عامة مستوى كيعطيك جوج المتجهات اللي يكونوا موجهين ليه، ونقطة أخرى كتنتمي ليه. مزيان، ناخدو هنايا عندنا المتجهتين إي و إي بريم هما المتجهتين الموجهتين ديال المستوى بي، النقطة أ ذات الإحداثية إكس أكاك أ زد أ كتنتمي للمستوى بي. بالنسبة للتمثيل البارامتري بحال بحال ديال المستقيم، غير هنا كيتزاد لك أنه المستوى عنده جوج المتجهات الموجهتين، ماشي بحال المستقيم اللي عنده متجهة موجهة واحدة. يعني شنو كندير هنايا؟ كندير الإحداثية ديال المتجهة الأولى مضروبة في واحد البارامتر تي، زائد الإحداثيات ديال المتجهة الثانية مضروبة في واحد البارامتر آخر تي بريم، زائد الإحداثيات ديال النقطة أ اللي كتنتمي للمستوى، وكنتوصل التمثيل البارامتري بحال تقريبا بحال بحال ديال التمثيل البارامتري ديال المستقيم. الفرق هنا فين كاين؟ كاين في المعادلة الديكارتية ديال المستوى بي. بنفس الشيء هنا شنو كندير؟ عندي اي و اي بريم متجهتين موجهتين للمستوى بي، يعني انهم كينتميو يعني كاين وسط المستوى بي. عندي النقطه ا كتنتمي حتى هي للمستوى بي، كناخذ انا واحد النقطه اخرى ام الاحداثيات ديالها مجهوله اكس واي زد كيف ما عندي هنا، كتنتمي حتى هي للمستوى بي، وكيوليو عندي ثلاثه المتجهات كينتميو لنفس المستوى او ثلاثه المتجهات المستوائيه، وهذه المتجهات هما اي اي بريم و ا ام. هذوك ثلاثه المتجهات المستوائيه، يعني انا بديت منهم ديال ا ام و اي و اي بريم غادي يساوي لي صفر، وهذا الشيء هذا هو اللي كيخلينا نتوصل للمعادله الديكارتيه ديال المستقيم بي. نشوفوا هذا المثال هذا باش تفهموا هذا الشيء اكثر. ناخذ واحد ثلاثه النقط ا و بي و سي، النقطه ا الاحداثيه ديالها 1 1 1، بي 1 ناقص 1 1، و سي 3 ناقص 2 4، وباغيين هنايا نلقاو التمثيل البارامتري المعادله الديكارتيه 2 للمستوى ا بي سي. غير باش تفهموا اكثر، مستوى ا بي سي كيحتوي على النقط بثلاثه، يعني النقطه ا والنقطه بي والنقطه سي. هنايا عندي بزاف ديال الاحتمالات، نقدر نقول ان هذا المستوى هذا موجه بالمتجه ا بي و ا سي، كاين اللي غادي يمشي يقول لك هذا المستوى هذا موجه بي ا و بي سي، كاين اللي غيقول ان المستوى موجه بسي ا سي بي. انت عندك حريه الاختيار ديال جوج المتجهات من عندك كيف ما بغيتي، غتوصل في الاخر نفس النتيجه ديال المعادله الديكارتيه. اما التمثيل البارامتري كيكون مختلف على حساب المتجهات الموجهات اللي خديتي انت، كيخرج لك التمثيل البارامتري بشكل. ويمكن يقول ان النقطه بي كتنتمي للمستوى بي سي ولا ا او لا سي، يعني انت عندك حريه الاختيار دير اللي بغيتي. انا غادي ناخذ هنا المستوى ا بي سي، ا بي سي موجه، وناخذ بالمتجهتين ا بي و ا سي ومارو من، وناخذ النقطة أ. يمكن ندير هنا مرة من أ ولا بي ولا سي، اللي بغيت نسالي دير. من بعد شنو بقى لي هنايا؟ بقى لي أول حاجة بعدا نحدد الإحداثيات ديال المتجهة أ بي والإحداثيات ديال المتجهة أ سي بالطريقة اللي كديرو بها تحديد ديال الإحداثيات المتجهتين. أ بي غندير إكس بي ناقص إكس أ اللي هي 1 ناقص 1 صفر، ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2، 1 ناقص 1 صفر، هذه هي المتجهة أ بي. المتجهة ا سي بنفس الطريقة، 3 ناقص 1 2، ناقص 2 ناقص ناقص 1 اللي هي ناقص 1، 4 ناقص 1 اللي هي 3. لقيت جوج المتجهات موجهات، وانا خديت هنايا مارو من النقطة ا، يعني يمكن لي هنايا نتوصل لهذا التمثيل البارامتري ديال مستقيم المستوى ا بي سي. ندير ا بي سي واحد اللمة، اكس يساوي اكغيك يساوي زد يساوي، ندير المتجهة الموجهة الأولى ناخد أنا هي بي أ بي، صفر ناقص جوج صفر، كلشي مضروب في تي، زائد الإحداثية ديال المتجهة الأصلي اللي هما جوج ناقص واحد هنا زائد ناقص واحد اللي هي ناقص واحد، زائد ثلاثة في واحد البارامتر تي بريم، زائد الإحداثية ديال النقطة اللي كت اللي مار منها المستوى أ بي سي. ناخد في هاد الحالة أ، يمكن لك تاخد النقطة اللي بغيتي هنايا، يعني غنزيد أنا الإحداثية ديال أ واحد واحد واحد، بحيث طبيعة الحال تي و تي بريم كينتميو بجوج لإغ. هنا يمكن لي نحيد صفر تي
نخلي لها جوج تي بريم، هنا نفس الشيء نحيد صفر تي ونخلي ثلاثة تي بريم، هنا ناقص واحد في تي بريم راهي نفسها ناقص تي بريم. وبصفة عامة هذا هو تمثيل البارامتر ديال المستوى ا بي سي. نسيت هنا واحد تي بريم تي و تي بريم جوج تنساميو الار كيف مكتوب عندي هنايا. مزيان، دابا نتو نشوفو المعادلة الديكارتية ديال المستوى ا بي سي. اول حاجه هنايا باغي خصني نحدد الاحداثيه ديال المتجهه ا ام بحيث ان النقطه كتساوي المستوى ا بي سي، يعني ناخذ ليتكون ام ذات الاحداثيه اكس واي زد نقطه من المستوى ا بي سي. الاحداثيات ديال ا ام هما الافصول ديال ام اللي هو اكس ناقص الافصول ديال ا اللي هو واحد، نفس الشيء بالنسبه للاصول ونفس الشيء بالنسبه الأنسب، حيت الإحداثية ديال أ هما واحد واحد واحد. بما أن إم كتنساني للمستوى أ بي سي، يعني أن المتجهات أ بي و أ سي و أ إم متجهات مستوائية كتنساني نفس المستوى، يعني أن الديتيرمينون ديال أ إم و أ بي و أ سي كيساوي صفر، و الديتيرمينون ديال هاد المتجهات هادو بثلاثة هو هذا إكس ناقص واحد إكغيك ناقص واحد زد ناقص واحد. المتجهة أ بي هي صفر ناقص جوج صفر، صفر ناقص جوج صفر، والمتجهة أسي هي جوج ناقص واحد ثلاثة، هادشي هذا كيساوي صفر. صافي نكمل الحساب ديال هاد المحددة هادي، وفي الآخر غادي نوصل للمعادلة الديكارتية ديال المستوى أ بي سي تكافي. يمكن لينا نخدم بأي سطر بغيت، حنا نخدمو هنايا بهاد السطر الأول، واخا من الأسهل تخدم بهاد السطر هذا اللي فيه جوج زروات، تم بعد ندير لكم فيديو آخر فيه طريقة ديال الحساب المحددة بصفة عامة. ناخدو هنا إكس ناقص واحد، نحيد السطر الأفقي والعمودي اللي فيه إكس ناقص واحد، غيبقى لي هاد الشي هذا، نكتب وحدها، ناقص جوج ناقص واحد، صفر ثلاثة، ناقص إكغيك ناقص واحد، نكتبهم بين قوسين حتى كيتكون من رقمين، نحيد عاوتاني السطر الأفقي والعمودي اللي فيه إكغيك ناقص واحد، يبقى لي زيرو جوج زيرو ثلاثة، زيرو جوج زيرو ثلاثة، زائد زد ناقص واحد. ونحيد السطر العمودي والأفقي اللي فيه زد ناقص واحد، هذا وهذا، يبقى لي صفر جوج ناقص جوج ناقص واحد، صفر جوج ناقص جوج ناقص واحد، هاد الشي هذا كيساوي بطبيعة الحال صفر. نمسح هاد الشي الفوق باش نكمل هاد الشي. نكملو هاد الشي هذا هنايا تكافي إكس ناقص واحد. نحسب هذه المحددة ناقص جوج في ثلاثة اللي هي ناقص ستة، ناقص صفر في ناقص واحد هي صفر، يبقى لي هادشي كامل منه ناقص ستة، ناقص ستة، ناقص إكغيك ناقص واحد، نحسب هذه المحددة هذي صفر في ثلاثة ناقص صفر في جوج هي زيرو، زائد زد ناقص واحد مضروبة صفر في ناقص واحد هي صفر، ناقص ناقص جوج في جوج اللي هي ناقص ربعة، ناقص ناقص ربعة هي زائد ربعة، يعني هادشي هذا مضروب ربعة، هادشي هذا كيساوي صفر، وبقى لي هنايا غير نشر ناقص ستة في إكس هي ناقص ستة إكس، ناقص ستة في ناقص واحد هي زائد ستة، صفر مضروب في إكري ناقص واحد غيتحيد، زائد ربعة في زد هي ربعة زد، ربعة في ناقص واحد هي ناقص ربعة، هادشي هذا كيساوي صفر، يعني المعادلة الديكارتية ديال المستوى أ بي سي هي ناقص ستة إكس زائد ربعة زد زائد جوج كتساوي صفر، وهذه هي المعادلة الديكارتية ديال المستوى أ بي سي. خذوا عندكم هاد التمرين هذا خدمة. حدد تمثيل بارامتري ومعادلة ديكارتية للمستوى أ بي سي بحيث ناخذ الإحداثية ديال أ هي جوج واحد زيرو، و بي هي واحد واحد ناقص واحد، و سي هي جوج جوج